في الوقت الذي تستعد فيه لفتح بوابات سد النهضة لتخزين مياه النيل، توصد أثيوبيا الباب في وجه مقترح سوداني لكسر الجمود في المفاوضات الدائرة بشأن السد. أديس أبابا أعلنت رفضها مقترحا قدمته الخرطوم وأيدته القاهرة، يرتكز على وساطة الرباعية مكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث. مقترح يهدف لدفع المسار التفاوضي المتعثر قدما ولمساعدة الدول الثلاث على التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة. وبموازاة هذا الرفض، تعلن أثيوبيا تمسكها بمفاوضات تحت رعاية وإشراف رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي. مفاوضات وصلت إلى حالة حرجة بعد إعلان دولة جنوب إفريقيا وقت رئاستها للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي فشلها في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. ومع اقتراب إثيوبيا نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو المقبل، ومع رفضها للمقترح السوداني، تزداد مخاوف دولتي المصب مصر والسودان من الخطر الناتج عن هذه الخطوة الإثيوبية الأحادية. ممانعة أديس أبابا تفتح الباب واسعا أمام الخرطوم والقاهرة للتلويح بأوراق ضغط أبرزها المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا التي انتشر فيها الجيش السوداني مؤخرا، ما يهدد بدخول الخلاف مرحلة ساخنة لن يطفئ غليانها إلا التوزيع العادل لمياه النيل.